السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم هشرح كيف نكتب نص على الصورة في بايثون. في السطر الأول بنكتب هنا import cv2، السطر بعده بنكتب from matplotlibrary import، استورد لي بايثون plot as، هختصرها plt. السطر اللي بعده بنقرا الصورة داخل متغير image يساوي cv2.umread، ونكتب بين single quotation اسم الصورة مثلا بيرد جاباجي اللي انا عاملها هنا. الصورة دي موجودة في الفولدر المفتوح حاليا في البايثون شارم اديتور داخل المحاضر، داخل مجلد ماي بروجكت، وانا وضع هذا المجلد على سطح المكتب. في السطر اللي بعده بعمل كونفرتنج هنا للالوان الخاصة بصورة بيرد. لما بنستخدم الكمبيوتر فيجن في الحقيقة ان هو بيعكس الالوان بترتيبها، بيخلف الترتيب. هي الالوان في الاصل RGB، لكن CV2 بيخلفها، بدل ما تكون RGB بيخلفها BGR، فبنستقبلها مرة اخرى، فبنكتب BGR يساوي CV2.split، ونكتب اسم المتغير اللي بيحتوي على الالوان هنا اللي هو الاوبجكت الخاص بالصوره. لو وضعته في متغير image فبياخد اللون الاول منها، بيفصل ما بين الالوان الثلاثه البي جي ار. بعدها بنعمل converting الالوان مره اخرى في الصوره، بنعملها نكتب هنا المتغير image يساوي cv2.merge، بنعمل إعادة خلط الألوان مرة أخرى لكن في الوضع الأصلي بتاعها. فبنفتح البراكتس الخاص بالمصفوفة والخاص بالليست القائمة، وبنرجع الليست تاني RGB اللي هي الألوان الأساسية، و R عارفين اختصار ريد، و G اختصار جرين، و B اختصار بلو ال RGB. في السطر اللي بعده بنضع النص، بنكتب cv2.podtext ضع نص، وبنحدد المتغير اللي هنستخدمه هنا في وضع النص اللي هو المتغير الخاص بالصورة. فبنكتب image كوما، بنكتب النص نفسه بين علامتي single quotation مثلا، فبنكتب hello my friends، بعدها كوما، نحدد المكان اللي هكتب فيه الإحداثيات. فاكتب مثلا هنا إحداثي 10 لإكس كوما و 300 لواي، إحداثي إكس والإحداثي واي. وبعدها ناخد كوما ونحدد هنا نوع الخط اللي هكتب، مثلا 0 اختصار للسيمبلكس، وحسب القايمة دي 0 ده اختصار للسيمبلكس، 1 اختصار للبلين تكست، 2 بختصرها لدوبلكس، 3 لكومبلكس، 4 لتريبلكس، 5 لكومبلكس سمول، 6 فور سكريبت سيمبلكس، 7 لسكريبت كومبلكس، و 16 فور ايتالي. ممكن تختار اي رقم من هؤلاء رمزا لنوعيه الخطوط هذه. بنرجع للنص مره اخرى، يبقى ممكن استبدل دي 0، ممكن تكون خليها 1، ممكن اخليها 2، اي رقم يعجبك فيه كما تشاء. وناخد كوما ونكتب السايز، الفونت سايز هنا 4 كوما، وبعدها بنحدد الالوان. مثلا اكتب هنا 255 كوما 255 كوما 255، معناها كده اللون هيبقى وايت، لونه ابيض.
لو عايز لون احمر فممكن نخلي دي زيرو ودي زيرو، يبقى كده اللون هيبقى ريد، ده خسارة ريد. لو عايز لون اخضر ممكن نخلي دي زيرو ودي 255، يبقى كده اللون هيكون جرين اخضر. لو عايز لون ازرق ممكن نخلي دي زيرو ونخلي دي 255، يبقى كده اللون هيكون بلو. الكلر هنا الفونت كلر هنا هيكون بلو ازرق. وبعدها ناخد كوما ونحدد سمك الخط او تخانه الخط نفسها، فبنكتب 5 مثلا، اي رقم ممكن اي رقم تكتبه على حسب السمك الخاص بالخط. بعد كده بنستخدم المتغير بلوت هنا اللي انا جبته من مات بلوت لايبراري. بعد ما اكتب الفايف انزل السطر اللي بعده واكتب plt.mshow وافتح براكتس واكتب اسم المتغير الخاص بالصوره image. بعدها المتغير بلوت او الاسم بلوت اللي هو اختصار للمات بلوت لايبراري، اكتب دوت شو كارد و كيرفت براكتس واضغط مفتاح ران. اجد ان الصوره هنا كتب هيلو ماي فريندز، لكن فريندز هنا كبيره، عايز اصغر من حجمها. اقفل و اصغر من الحجم هنا، بدل 4 اخليه مثلا 1. هنا كتب هيلو ماي فريندز. لو عايز تكبر الخط ممكن اقفل تكبره درجه نكتب 2، كتب ليه هيلو ماي فريندز. نلاحظ الخط هنا لونه ازرق، لو عايز لونه احمر فنستبدل الزيرو ده ب 255 ونستبدل 255 دي 0، يبقى ده صار ريد جرين بلو. هنا رفعت خلطة اللون الخاصة بالريد، نضغط مفتاح ران، كتب ليا هنا باللون الأحمر. لو عايز تزود تخانة الخط فبدل 5 دي ممكن أكتب مثلا 7، نضغط ران، زود التخانة الخاصة بالخط. ده كان بالنسبة لاستخدام كمبيوتر فيجن السي في 2 في كتابة نص على الصورة. طبعا لو عايز تغير موضع النص على الصورة فبتغيره من الإحداثيات اللي هي بدل 10 300 ممكن تغير بأي رقم آخر. إن شاء الله هنشرح في الحلقات القادمة استخدام الكمبيوتر فيجن في وضع أشكال هندسية زي الخط وزي دايرة والقطع الناقص إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.